الأخيرة مباشر مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، مرحبا بكم. اليوم أحداث كثيرة سوف نناقشها مع ضيوفنا، ولكن مع هذا المشهد الذي ميز الجزائر اليوم، أين ووري الثرى ظهر اليوم الأحد بمربع الشهداء بمقبرة العالية في الجزائر العاصمة، جثمان الرئيس السابق رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي وفته المنية ليلة الجمعة إلى السبت عن عمر يناهز 84 سنة. مراسيم الجنازة كما تشاهدون حضرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكبار المسؤولين في الدولة وأعضاء في الحكومة وكذا أفراد من عائلة الفقيد. مشاهد كما نتابع بالصور. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه واجعله في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار. اللهم احفظ مجاهدينا. اللهم احفظ بلادنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.
إذن هذه هي مشاهد الوداع الأخير لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، هذا الرجل الذي عمر أكثر من أي رئيس سابق على مقعد القاضي الأول في البلاد حوالي 20 سنة. كان هذا المشهد الأخير، جثمانه مسجى فوق عربة عسكرية بعدما قرر الرئيس عبد المجيد تبون إقامة مراسيم جنازة رسمية وأيضا تنكيس العلم الوطني لمدة 3 أيام إثر وفاة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة. وكانت أيضا هنالك برقيات تعازي كثيرة من عدة رؤساء وملوك وصلت إلى رئاسة الجمهورية. ومثل ما نتابع هذا المشهد الأخير أو الوداع الأخير لعبد العزيز بوتفليقة، كان بحضور كبار مسؤولي الدولة وأيضا بعض أفراد عائلته. إذن هذا هو المشهد الذي كان البارز اليوم. أيضا نذهب مشاهدينا الأعزاء إلى الأخبار. تعرفون بأن الدخول المدرسي على بعد ساعات فقط، العائلات الجزائرية تحاول دائما أن تحضر دخولا جيدا لأبنائها، سواء من حيث توفير الأدوات المدرسية أو من حيث أيضا الاستعداد النفسي، لأننا نهمل دائما الاستعداد النفسي. والكل يتحدث عن سنة استثنائية أخرى، ولكن هذه السنة الاستثنائية كيف نعرفها؟ لا أحد يملك التعريف المحدد. نعلم جميعا بأن كورونا غيرت الكثير من المفاهيم والموازين لدى العائلة الجزائرية ككل. يكفي فقط أن الجهات الرسمية تتحدث عن تلقيح الأساتذة والموظفين أكثر مما تتحدث عن الاستعدادات البيداغوجية والتقنية. الوزير وزير التربية عبد الحكيم بلعابد قال نسبة التلقيح حتى الآن وصلت إلى نسبة مقبولة بخصوص الأساتذة والموظفين. وأيضا هنالك حديث كثير عن مشاكل وعن نقاط تسبق الدخول المدرسي تطرحها العائلات، على غرار قضية التلاميذ المفصولين، على غرار معدل الانتقال، قضية التفويج مرة أخرى، تسلم المنشآت التربوية والكثير من المسائل التي تطرح دائما، زيادة على ثقل المحافظ المدرسية، هذا الأمر الذي كان دائما في صدارة اهتمام السلطة، ولكن حتى الآن لا يوجد ربما تجسيد ميداني له. زيادة على الكتاب المدرسي والمنحة الدراسية وكل هذه الأمور التي سوف أطرحها بالنقاش على ضيفي عبر خدمة أسكيب السيد علي بنزينة، رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ. سيد بنزينة مساء الخير. مساء الخير أخ قادر. طيب سيد بنزينة، أنا ذكرت بعض النقاط قبل الدخول المدرسي، ولكن ربما أنت باعتبارك فاعل أساسي في القطاع وتتلقى مشاكل الأولياء بشكل مستمر، كيف ترى هذا الدخول المدرسي الذي يوصف بأنه استثنائي على غرار السنة السابقة؟ شوف أخ قادة، احنا كمنظمة وطنية لأولياء التلاميذ كنا السنة الماضية وين كنا تكلمنا وقلنا باللي هذه سنة استثنائية، ولكن للأسف الشديد كي نشوفوا واش داروا بالنسبة للأبناء نتاعنا، واش صرا بالنسبة للأبناء نتاعنا، خاصة قرابة نصف مليون تلميذ مطرودين من مقاعد دراسة، تلاميذ موعدين السنة وهما ما عندهمش كما يقول لك دخل في الإعادة تاعهم، لأن التلميذ ما هوش هو اللي دار إضراب ولا دار الوباء ولا دار تأخر في الدروس أو دار كما يقول لك أخطاء في التوقيت والمخططات في بداية السنة وتأخيرها حتى شهر نوفمبر أو شهر ديسمبر باش الأبناء نتاعنا بداوا الدراسة. مشي الأبناء نتاعنا اللي داروا 45 دقيقة أو 35 دقيقة حتى ولاو ما يفهموش الدروس باش يعاقبوهم، والتلاميذ اللي جابوا بين 9 و9.99 يعني وين يتقصاو، شفنا بكالوريا 9.50، أما بالنسبة للمستويات الأخرى ما كانش التلميذ ما كانش عنده حق
يعني باش ينتقل القسم الاعلى، وهو ماهوش هو التلميذ اللي دار المشاكل اللي راه يعاني منها القطاع. التلميذ اصبح يعني في المنظومه التربويه هو الفرد يعني الضعيف او الحلقه الضعيفه، هو والوليد تاعو. النقابات او الاساتذه كيحبوا يدافعوا يروحوا يديروا اضراب. صح، احنا كاولياء تلاميذ، احنا كاولياء تلاميذ واش راح نديروا قدام هذه المشاكل الموجوده، وخاصه كي نتحقروا احنا ويتحقروا الابناء نتاعنا. طيب نبداو بالمشكله الاولى. انت ذكرت رقم مخيف، واعتقد بانه سنويا يتعاود هذا الرقم سيد علي بن زينة، 500,000 مطرود. هؤلاء الذين لم يحصلوا على المعدلات الانتقال وبلغوا سنا ربما لم تعد المؤسسات تقبلهم، هكذا. شوف يعني نصف مليون على المستوى الوطني او رقم خطير اذا اضفنا له عدد الراسبين سنويا. نعم رقم خطير. احنا كي نضيفوا له عدد الراسبين كما قلت تايا حوالي 750,000 ولا ما نعرفش شحال من تلميذ. احنا هنايا كنا دقينا ناقوس الخطر منذ سنين، وقلنا باللي العدد الهائل من التلاميذ اللي راهم يروحوا للتسرب المدرسي يطردون من مقاعد الدراسه. المشكل وين راه موجود الخلل؟ على الدولة تاعنا أو وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي حتى المختصين على ما يدخلوش ويديروا دراسة على الموضوع هذا. وين الخلل؟ على التلاميذ يتحاوزوا، على التلاميذ ما رامش يقراو، على التلاميذ يروحوا يقراو بالمراسلة وما يقراوش، يقول لك باللي ما حبوش يقراو داخل المدرسة. ما ظنيش التلميذ ما يقراش داخل المدرسة. التلميذ اللي في عمره 16 سنه او مازال مقفل 16 سنه وانت تحاوزه وتقول ما حبش يقرا، هذه ما كاش منها اصلا. احنا الاولياء رانا نتعبوا على الابناء نتاعنا باش نكبروهم، باش نلبسوهم، باش نوفروا لهم جميع الامكانيات، ولكن للاسف الشديد ومن بعدك ترميه لي للشارع ولا تقول لي روح يدير التكوين المهني، هذا الشيء غير مقبول، احنا ما نقبلوش كاولياء تلاميذ. طيب في المقابل أيضا سيد بن زينة هنالك من يرد ويقول بأن المشكلة مرتبطة أيضا بالاكتظاظ، ألا تشكون من الاكتظاظ؟ وبالتالي يجب على هؤلاء، يعني يجب على هؤلاء التلاميذ الذين لم يحصلوا وبلغوا سنا أن يتوجهوا إلى مجالات أخرى، ناهيك على المستوى. لا ينبغي التساهل في المستوى العلمي نقطة 9 و9.5، يعني إذا عممناها على الكل فستصبح بمثابة يعني اتفاق على الرداءة، هكذا يقول البعض. معليش سيدي الكريم أنا دوكا طيب سنعود لك لأن الاتصال انقطع. علي بن زينة عبر خدمة اسكايب سيجيبني على هذا السؤال. علي بن زينة تفضل، راك عاود ترجع. سيدي الكريم تفضل. احنا كمنظمه وطنيه لاولياء التلاميذ، احنا كمنظمه وطنيه لاولياء التلاميذ كنا وجهنا رساله رسميه للسيد وزير التربيه الوطنيه في 22 جويلية، وين شرحنا الوضعيه. احنا كمنظمه اعطينا جميع الجوانب وجميع النقاط يعني اللي ادات الابناء نتاعنا باش خاصة الأبناء نتاعنا تاع بين 9 و9.99 وين هبط المعدل تاعهم. على بالك باللي التلاميذ كاين اللي كانوا يجيبوا السنة الماضية 14 15، وين كانت سنة عادية وليس سنة استثنائية. السنة الماضية كان اللي كانوا يجيبوا 14 15، السنة جابوا 9 لظروف استثنائية. وشنو هالظروف؟ كاين اللي توفى باباه، كاين اللي توفت يماه، كاين اللي غلطوا له في الصب النقاط، كاين كل واحد واش عنده المشكل تاعو. للأسف الشديد ولات سنة عادية السنة، والسنة الماضية ولات سنة استثنائية. احنا وراها السنة الاستثنائية، الأبناء نتاعنا ما دخلوش حتى شهر نوفمبر، وبدات الدراسة الفعلية في منتصف شهر ديسمبر. قراو شهر
ومن بعد دخلوا في الاضرابات في بعض الولايات على سبيل المثال ولايه وهران، ولايه مسخالم، ولايه تلمسان، ولايه الجلفه، كاين ولايات اللي دخلوا في الاضراب. يعني الابناء نتاعنا تقريبا ما قراوش اصلا، ما قراوش اصلا، حتى الحصص كانت 45 دقيقه وفي شهر رمضان ولات 35 دقيقه. بعد شهر رمضان مباشره دخلوا بالامتحانات، كي دخلوا بالامتحانات الابناء نتاعنا ما دخلوش، ما خدموش في الفصل الثاني، الفصل الاول كانوا خدموا للاسف الشديد، هذا كانت عثره لهم. طيب سيد بنزينة، قضيه المفصولين وقضيه هؤلاء التلاميذ والمعدل ألم تكن مطروحة حتى قبل كورونا؟ كانت مطروحة. احنا كمنظمة وطنية لأولياء التلاميذ، احنا كمنظمة وطنية لأولياء التلاميذ كنا نتكلموا على التسرب المدرسي، ما كناش نتكلموا ونقولوا خفض المعدل، كنا نقولوا كيفاش نحاربوا هذه الظاهرة. السنة في هذه السنة هذه أو السنة الماضية، مادام السنة الماضية داروا معدل 9 وداروا شهادة التعليم المتوسط اختيارية، كانت سنة عادية أو شبه عادية، سنة استثنائية، كيفاش ما تكونش تخفيض تاع المعدل إلى 9 وما يكونش شهادة التعليم المتوسط اختيارية. احنا الشيء هذا اللي رانا نقولوا فيه هنايا، نشوفوا بالإجحاف في حق الأبناء نتاعنا، ما تديوش حقهم التلاميذ الأبناء نتاعنا. الابن نتاعي ماشي ما حبش يقرا، انت ما حبيش تقريه، انت ما وفرتلوش الجو الملائم، انت ما وفرتلوش جميع الإمكانيات، انت ما وفرتلوش مقعد دراسة. كي تقول لي باللي الاكتظاظ، الاكتظاظ موجود منذ زمن، ولكن ما دخل التلميذ في الاكتظاظ؟ لكن انت ما خدمتش خدمتك، ما وفرت المنشآت، ما وفرت المقاعد، ما وفرت الاستاذ، واش دخل الابن نتاعي؟ الابن نتاعي راه حاب يقرا، علاه انا نتعب عليه مده 16 سنه ولا؟ طيب سيد علي بنزينة، وزاره التربيه، طيب وزارة التربية أفرجت عن بروتوكول إعادة إدماج التلاميذ، لا شك بأنك اطلعتم عليه. اطلعنا عليه، هو بروتوكول فارغ، ونأكد لك باللي فارغ. لماذا؟ لماذا؟ كان نقطة اللي يتكلموا فيها على التلاميذ تاع 16 سنة، 16 سنة هذه كاينة في القانون، نورمالمون ما يحطهاش في البروتوكول، اللي ما يطبقهاش نورمالمون يعاقبوا القانون، تاع 18 سنة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة موجودة في القانون، هذه ما يحطهاش في البروتوكول، اللي ما يطبقهاش يتعاقب نورمالمون. احنا كأولياء التلاميذ للأسف الشديد كيقول لك باللي حسب الإمكانيات وحسب المقاعد تاع الدراسة، معناتها باللي ما داروا لنا والو وما ساعدوا لناش ابناء نتاعنا، ولكن لاحوهم في الشارع. ورانا نشوفوا يوميا منذ الامس، منذ استقبال تاع الطعون تاع الاولياء، وين راهم دايرين حاله في الاولياء التلاميذ امام ابواب المدارس، ما حبوش يستقبلوهم، ما حبوش يرجعوا الابناء نتاعهم. كيف مجلس اقسام هو طرد التلاميذ يعاود يدرس الملفات نتاعهم؟ هذا الشيء غير منطقي. هنا لازم تدخل تاع القاضي الاول بالبلاد، لازم التدخل تاع السيد رئيس الجمهوريه باش ينصف الابناء نتاعنا. طيب ينصفهم بان يعتمد معدل 9 او يحسب الفصلين هكذا؟ هذه هي المطالب. فصلين، سواء الفصلين، سواء معدل الانقاذ، انقاذ من المشاكل اللي راح تصرى. نصف مليون يا سي قادة، نصف مليون تلميذ راح يطرد، نصف مليون. زيادة على ذلك التلاميذ المعيدين، تلاميذ المعيدين راهم محطمين نفسيا. صحيح، محطمين نفسيا على 0 فاصل، ما ينتقلش، وهو مش هو ارتكب الخطأ، مش هو ما هو استعو. كاين مدراء وين غلطوا في سب النقاط وما حبوش يصحوا، ما حبوش يصحوا الخطأ تاعهم. كاين مدراء اللي ما صبوش لخاطر عندهم مشاكل مع الأساتذة، وين الأساتذة ما حبوش يطلعوا من النقاط على سبيل المثال في ولاية وهران متوسطة من المتوسطات، وين ما صبوش النقاط لخاطر الأساتذة ما حبوش يطلعوا من النقاط. علاه الابن نتاعي يخلص؟ علاه الابن نتاعي يخلص؟ طيب هنالك عدة حالات، وأنا أيضا يعني متعجب من بعض المشاكل والأسئلة اللي وصلتني والاستفسارات عن حالات كثيرة لا تدرس حتى، يعني عن تلاميذ يعني كانوا يعانون ظروفا خاصة أثناء الامتحانات أو في الفترة التي كان يقيم فيها التلميذ ولم يفتح ملفه حتى
على غرار كورونا المرض أو حتى الوفيات التي وقعت في الكثير من العائلات، وهؤلاء كما قلت يجب أن يعاد النظر عموما في القضية وفي الحالات الخاصة أيضا. طيب يعني سيد علي بن زينة، أنت لما جاء سيد بلعبد أنا استمعت إليك وقلت بأنك إلى حد ما يعني مطمئن أو متفائل. هذه القضية يعني ألم يتم فتحها مباشرة مع الوزارة؟ أنت قلت أن النقابات يمكن أن تضغط، أنتم كأولياء لا تملكون سوى أن ترفعوا أصواتكم عاليا، فألم تسمع إليكم الوزارة؟ ألم تعدكم بمرونة في التعامل مع هؤلاء التلاميذ؟ سيدي الكريم، احنا سيد وزير التربية الوطنية احنا ما عندنا ما نقولوا فيها. سيد وزير التربية الوطنية وين كان سمعنا في اللقاء اللي درناه يوم 7 أوت، وين كنا تكلمنا على الرسالة، وقال لك أنا ما نوعدكمش ولكن راح نعاود الاستدراك اللي على بالنا احنا باللي معظم المؤسسات ما كانوش منصفين في حق الأبناء نتاعنا. احنا كأولياء تلاميذ شفنا باللي الاستدراك ما ندارش في معظم المؤسسات التربوية. الاستدراك حق من الحقوق. هل يعقل تلميذ تاع باكالوريا ينتقل إلى الجامعة ب 9.50 وتلميذ سنة ثانية ثانوي أو سنة أولى ثانوي يعني للاستدراك ما داروش أو طولوا أسئلة أكثر من المستوى تاع التلميذ، ما طبقوش القانون في صياغة الأسئلة؟ يا هل ترى التلميذ هذا حقه؟ كيفاش إذا حقه نخلوه يضيع؟ كيف؟ شوف سيد قادر، مش قضية تاع نقاط ولا قضية تاع انتقال ولا تاع الاخر، نصف مليون تلميذ، هبقش معناتها نصف مليون تلميذ زائد التلاميذ الراسبين ولاو المقاعد الدراسة، معناتها على بالك واش معناتها؟ معناتها هذا التلميذ اللي هو رجل المستقبل راح يحمل الحقد على بلاده، وحنا هذا الشيء اللي رانا خايفينه. احنا رانا ندافعوا مش على الابناء نتاعنا فقط، ولكن رانا ندافعوا على المنظومه التربويه، رانا ندافعوا على المدرسه، على المجتمع، على بلادنا. طيب الان اذا اعتمدنا البروتوكول تاع اعاده ادماج التلاميذ، لديهم الوقت لتقديم طلبات والتماسات، ونرجو كما قلت ان يصل صوتهم جميعا الى المعنيين بان يتم التعامل بجديه مع هذا الملف. زيادة على قضية التلاميذ المفصولين أو التلاميذ الذين يعانون من معدل انتقال سيد علي بن زينة، يعني قضايا أخرى لديها علاقة بشكل التدريس، ما تعلق بالتفويج، بالكتاب المدرسي، أيضا بالمنحة، هل ترون بأن هنالك اهتماما بهذه القضايا قبل الدخول المدرسي؟ شوف سيدي الكريم، احنا المنحه المدرسيه على سبيل المثال تاع 5000 دينار اللي نورمالمون يبداو يدرسوا في الملفات في شهر مارس، خلاو الدراسه تاع الملفات حتى بدايه شهر اوت، مختلف الولايات خلاوها حتى شهر اوت، كاين اللي مازال ما كملوش حتى الساعه هذه الدراسه تاع الملفات. الشيء هذا اللي احنا كنا خايفين منه ومتخوفين منه، لكن الولي التلميذ تعطيله 5000 دينار في شهر نوفمبر ولا شهر ديسمبر، واش يدير بها؟ الدخول المدرسي بدا والتلاميذ الابناء نتاعو بالك شرا لهم الادوات المدرسيه، تعطيهم لهم متاخرين، علاه تعطيها لهم متاخره؟ كذلك بالنسبه للكتاب المدرسي، احنا استحسننا الطريقه اللي دارها الديوان الوطني للمطبوعات المدرسيه، سواء نتاع بيع الكتب المدرسيه على مستوى المكتبات او الكتب المدرسيه عن طريق الانترنت، يعني وين تعاقدوا مع مؤسسه اللي تدير التسويق عن طريق الانترنت. هذا الشيء جميل، حاجه مليحه، اضافه للقطاع تاع التربيه وللمنظومه التربويه. اما بالنسبه للامورات الاخرى على سبيل المثال التفويج، احنا بلغنا من مختلف الولايات، يعني وين كاين المدراء وين فوجوا تلاميذ لحقوهم حتى 33 34 تلميذ في القسم، وهذا الشيء غير منطقي وما نقبلوش. كانوا يقولوا 25 تلميذ من بعدك ولات صبحت في 30 ومن بعد 32 ونهار الدخول تولي في 35 ولا 40 ولينا في نفس المشكل. هذا الشيء هذا علاه؟ لخاطرش وزير التربيه كان وعدنا
باللي راح يقضي على مشكل تاع نقص الأساتذة، ويوم الأول من الدخول المدرسي ما راحش يكون نقص الأساتذة، ولكن مدراء التربية معظم مدراء التربية باش يتهربوا من المسؤولية كيفاش راح يديروا؟ راح يدخلوا التلاميذ في عوض يديروا فوتين، يديروا فوت أو ثلاث أفواج يرجعوهم زوج أفواج، والشيء هذا اللي احنا رافضينه كأولياء التلاميذ، وإحنا هكذا ما راحش نحميو أبناء تاعنا من ناحية صحية. أي صحيح، هي كل الأفواج هي مرتبطة بعدد التلاميذ فيها، يعني من الفوج يتفرع في أفواج أخرى إذا كان العدد كبير، هذه مسألة من المفروض أن محسوم فيها سيد علي بن زينة. ولكن رانا نشوف العكس في الواقع. الواقع يعني عكسها ما يقال على حتى التحضير الدخول المدرسي ليس بجدي لحد الآن، ما زال يوم واحد، ما زال أقل من 24 ساعة أو للدخول المدرسي في معظم الولايات، كاين مدارس ما زال لحد الآن ما عقمتش المؤسسات، مدارس صيانة المؤسسات، كاين اللي راها ورشات لحد الآن ما زالت ورشات المؤسسات. طيب، شكرا لك سيد علي بن زينة رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، كنت معي عبر خدمة سكايب للتعليق على مشاكل الدخول المدرسي قبل بدايته. شكرا جزيلا سيد بن زينة. شكرا أخي الكريم. وأعيد التذكير بالمشكلة الأساسية، التلاميذ المفصولين أو تلاميذ يعانون من معدلات الانتقال، يعانون إحباطا نفسيا ومشاكل كبيرة، وأنا يعني البرنامج تصله الكثير من المشاكل في هذا السياق، فنتمنى أن يتم التعامل بجدية فقط مع هذا الملف، يعني لا يتم التساهل مع أي طرف ولكن بجدية، لأنه كاين بزاف حالات تمد يعني مبررات مقنعة ولكن لا يتم التعامل معها أو حتى دراسة حالتها، فهذا هو الشيء المؤسف. طيب، نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الأعزاء، بعد الفاصل نعود إلى الساعة الأخيرة وبقية المواضيع. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى الجزء الثاني من الساعة الأخيرة مباشر عبر شروق نيوز. قبل سنة من الآن في 15 سبتمبر 2020 قامت مجموعة الدول العربية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، أصبحت الإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تطبعان مع هذا العدو التقليدي للعرب والمسلمين، وأقام المغرب والسودان فيما بعد أو أقدم على الخطوة نفسها. هذا الجمعة كان هنالك لقاء عبر الاتصال المرئي حضره وزراء خارجية الدول التي وقعت على اتفاقية التطبيع المعروفة باسم أبراهام، إلى جانب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا كان هنالك نوع من الاحتفاء بشيء عظيم يعني تم تحقيقه من طرف هذه الدول. والغريب أن وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة ورط المخزن أكثر وأكثر يعني من أنفه حتى أخمس قدميه في فضيحة التطبيع. ناصر بوريطة قال بأن هذا إنجاز تاريخي يجب أن يتم الاحتفال به دوما، هذه تصريحات ناصر بوريطة، الذي قال أيضا بأن العلاقات كانت طبيعية جدا مع الكيان الصهيوني حتى قبل التطبيع معه بشكل رسمي، وقال بأن الرباط تنتظر زيارة وزير الدفاع وزيري الدفاع والاقتصاد في الاحتلال إلى المغرب، وهنالك تركيز من الجانب المغربي على الأمور العسكرية، على الشؤون العسكرية، يعني لما تسمع وزير خارجية الإمارات أو البحرين دائما هنالك حديث عن الاقتصاد، عن السياحة، عن رغبة كل بلد في أن يحصل على حصته من الأرباح حيال هذه الصفقة، صفقة التطبيع، ولكن المغرب دائما هنالك ربط للتطبيع مع التعاون العسكري مع الكيان الصهيوني، تتعاون مع الاحتلال الذي يقتل ويسفك الدماء، زيادة على أنه يقوم على أصلا احتلال بلد آخر هو فلسطين بكل ما تحمله من معاني رمزية ودينية ولها علاقة بالمعتقد. طبعا هذا الأمر يبدو بأنه لم يعد يشكل أي حرج بالنسبة لمملكة أمير المؤمنين المرتبطة بالعقيدة في تسييرها وفي سياستها وفي خوضها في الشأن العام،
حتى هذا المنصب لديه منصب آخر رئيس لجنة القدس، فالبلد الذي يرأس ملكه لجنة القدس وزير خارجيته يقول أن أكبر إنجاز هو التطبيع مع الكيان الصهيوني. إلى حد الآن كل هذه الأمور متوقعة جدا وتثبت مرة أخرى أن قرار الجزائر بقطع العلاقات مع المغرب بناء على هذه العلاقة الشاذة المشوهة التي تفوح منها رائحة الخيانة والطعنات في الظهر، والآن الطعنات أصبحت في الوجه لا تعتمد على الظهر، هو قرار حكيم وقرار رشيد. ولكن إلى جانب هذا دعونا يعني نستعرض بعض تصريحات وزير خارجية المغرب في هذا اللقاء الذي كان مع وزير خارجية أمريكا ووزير خارجية الكيان الصهيوني. ماذا يقول ناصر بوريطة؟ يقول بوريطة أو دعا إلى نظام إقليمي، نظام إقليمي جديد تكون فيه إسرائيل جهة فاعلة، يعني لم يقلها أي طرف، وزير خارجية الكيان الصهيوني لم يطالب بهذا الأمر، ناصر بوريطة طالب به، نظام إقليمي جديد تكون فيه إسرائيل جهة فاعلة، لكنه عبر عن أسفه لأن التطبيع أدى إلى عداوة، في إشارة إلى الجزائر. يعني بوريطة يستغل أي فرصة، ربع فرصة، نصف فرصة من أجل التحريض على الجزائر. وزير خارجية المغرب يعني الوزارة اسمها وزارة الخارجية وشؤون المغاربة في الخارج، ولكن يبدو بأنه هي ليست خارجية ولا تعنى بشؤون المغاربة في الخارج، هي وزارة التحريض على الجزائر وعلى المصالح الجزائرية. فنصر بوريطة يقول بأنه عداوة جاءتنا بسبب التطبيع، شوفوا لنا حل، يعني أن المسألة أصبحت تمتد إلى عداوة مع الجار الشرقي الذي هو الجزائر، والسبب هو التطبيع مع الكيان الصهيوني. وقال على سبيل المثال قررت دولة جارة، يقصد الجزائر، قطع علاقتها مع المغرب بدعوى من بين أمور أخرى، لم يركز على الأمور الأخرى، استئناف العلاقات مع إسرائيل. يعني يقول بأن الجزائر عدوة يجب أن تنتبهوا لها، يجب أن تتصرفوا معها. تحريض مباشر من وزير خارجية المخزن على الجزائر. ثم يأتي الملك المغربي ويبعث برسالة تعزية في وفاة بوتفليقة اليوم. وشدد بوريطة على الفوائد المتعددة للاتفاقيات، قال بأن المبادلات التجارية ارتفعت ب50%، وننتظر وصول مليون سائح من الكيان الصهيوني إلى المغرب. وشدد أيضا وقال بأن المغرب وإسرائيل يتعاونان في مجالات عدة من بينها الأمن السبراني، نذكركم بفضيحة التجسس التي تورط فيها المخزن. اعتراف آخر، ناصر بوريطة يقول نتعاون مع الكيان الصهيوني في الأمن السبراني والتعاون مع الأمن العسكري، كما شاركنا في مناورات عسكرية مشتركة. المسألة يعني الخيانة لم يعد لها برقع، يعني برقع الخيانة أنك تتحجب وتمارس الخيانة أو الرذيلة حتى لا يتعرف عليك الناس. الخيانة أصبحت تقول اسمها مباشرة خيانة، والطعنات في الظهر أصبحت طعنات توجه إلى الصدر مباشرة، وهذا ما يدل كما قلت على أن التصرف أو القرار الجزائري كان قرارا يستند إلى مبررات قوية. لا يمكن أن نتسامح مع هذه يعني المعطيات التي لا يمكن للجزائر أن تتسامح مع هذه المعطيات التي أكدها اليوم ناصر بوريطة، وهو يحرض الولايات المتحدة ويحرض معها الكيان الصهيوني ضد الجزائر. عبر سكايب معي الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي رشيد علوش. دكتور علوش مساء الخير. مساء النور أستاذ قادر، شكرا جزيلا استضافة طيبة. أهلا بك. طيب كيف شاهدت هذا اللقاء أو هذا الاحتفاء باتفاقية أبراهام بعد سنة، وتحديدا تصريحات وزير خارجية المغرب؟ والله أستاذ قادر يعني إضافة لكل ما ذكرته في مقدمتك، يمكن إضافة ربما عبارتين أو ثلاث للتصريحات التي أطلقها وزير خارجية نظام المخزن في إطار الاحتفاء بالذكرى السنوية لاتفاق لتوقيع اتفاق ما يسمى اتفاق أبراهام.
هو أنه عند حديثه عن ضرورة إنشاء نظام إقليمي جديد أضاف كلمة على أنه هذا النظام الإقليمي الجديد يجب أن تكون فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي فعالة لأنها في منطقتها وليس الداخل. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، عندما تحدث عن الجزائر وأشار لها بأن التطبيع هو سبب من أحد الأسباب في عداوة دولة جارة وتأسف على هذا الأمر في محاولة أيضا لإيهام الدول المشاركة على أنه قطع العلاقات الدبلوماسية من طرف الجزائر هو فقط بسبب التطبيع، متناسيا بأنه هناك العديد من الأسباب تم ذكرها في الندوة الصحفية لرمطلع مامرة. ولكن أضاف عبارتين خطيرتين في هذا السياق، عندما تحدث عن الجزائر بالقول بأنه هناك عداوة تولدت عن هذا التطبيع، وأضاف أنه لمواجهة هذه العداوة يجب أن تكون هناك يقظة وتضامن، وكأنه يشير صراحة إلى الدول الأربع على أنه يجب تكوين ربما فرقة يقظة استراتيجية لمواجهة هذه العداوة، وإن اقتضى الأمر تشكيل تحالف، في إشارة إلى التضامن بين هذه الدول لمواجهة هذه العداوة، في إشارة أيضا صريحة ومباشرة للجزائر. نعود فقط أيضا أستاذ قادة أيضا إلى كلمة وزير الخارجية. طيب، نعود إلى كلمة وزير الخارجية، ريتما نعود إليك رشيد علوش. تفضل، أكمل، تفضل رشيد. نعود فقط لكلمة وزير الخارجية الأمريكي، يعني حتى كلمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي عقد هذا المؤتمر أو الذكرى السنوية التاريخية الأولى مرغما عنه ربما بضغط من طرف رئيس الحكومة للولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، حينما أصر عندما زار الولايات المتحدة الأمريكية وكان هناك إصرار من طرفه على أهمية أن يتم عقد الذكرى السنوية، علما بأنه تم التأخر يومين لأن الذكرى كانت في 15 سبتمبر، تأخر يومين وتم الاقتصار على عقد هذا الندوة هذا الاجتماع أو لإحياء الذكرى السنوية الاقتصار فقط على الاتصال المرئي. الأمر الذي فهم على أنه حتى كلمة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن كانت تحدثت عن العموميات، تحدثت فقط عن الأمور التجارية، تحدثت فقط عن ما سيكسبه المطبعون من مزايا اقتصادية وحتى من مزايا سيكسبها شعوب الدول المطبعة في هذا السياق. أما من ناحية ربما الدول الأخرى، ونعود فقط أيضا إلى تجميد إدارة بايدن لصندوق اتفاقية أبراهام الذي اعتبر رأس ماله بقيمة 3 مليارات دولار في هذا السياق، الذي فهم على أنه هناك ربما تراجع نوعا ما من الإدارة بايدن عن مسارة التطبيع وحديثها فقط عن الدعم السياسي والدعم الدبلوماسي بدون الدعم الاقتصادي الذي طبعت من أجله الإمارات وحتى البحرين، لأنه مغزى التطبيع الآن بالنسبة لنظام المخزن المغربي هو موجه فقط ربما باتجاه الجزائر في هذا السياق، لأنه لا يتوانى في ذكر ولا يتوانى في الحديث وتوجيه الكيل من الاتهامات والعداوة للجزائر، وما الدلالتان وما حتى العبارتان التي استعملهما في خطابه نصر بوريطة من ناحية القول بأنه اليقظة باتجاه العداوة التي نشأت عن التطبيع، وأيضا يجب التضامن في هذا السياق. ولكن أستاذ قادة نعود فقط أيضا إلى ربما الاتفاقية الموقعة بين نظام المخزن ودولة الاحتلال الإسرائيلي في هذا السياق التي يتم الحديث على أنها وصلت إلى حدود 20 اتفاقية، هناك فقط تم ترسيم اتفاقية فيما يتعلق بإنتاج فاكهة الأفوكادو بقيمة 9 مليون دولار فقط، والحديث أيضا عن المزايا أو زيادة، يعني المغاربة ينتظرون من إسرائيليين أن يزرعوا لهم الأفوكادو في يعني عجيب تقريبا. هذا ما تم التوقيع عليه فقط في محاولة لإيهام الشعب المغربي المغلوب على أمره للأسف. لا، والمسألة أخطر من هذا، ترتبط حتى بالمناهج، يعني أطلق المغرب حتى قبل إعلان تطبيع علاقاته مع إسرائيل إصلاحا وصفه البعض بأنه تسونامي في المناهج المدرسية، ويتمثل في إدراج تاريخ الجالية اليهودية وثقافتها في المناهج المدرسية. حتى الأمين العام للجالية اليهودية في المغرب قال في اتصال مع وكالة فرانس بريس إنه يعد أول مرة يتم فيها إظهار الرافد اليهودي في المنهج الدراسي، وهذا بمثابة تسونامي، يعني هنالك محاولة للتغيير حتى في بنية الفرد المغربي من الداخل من المدرسة. الدولة العربية الوحيدة التي أدرجت وعدلت في مناهجها الدراسية وأدرجت
ما يسمى بين قوسين التاريخ العبراني في المناهج الدراسية وتدريس التاريخ والتراث اليهودي في المناهج الدراسية. والأخطر من ذلك أستاذ قادة على أنه التعديل في هذه المناهج الدراسية مس الأطوار الدراسية الأولى في الابتدائي. هناك في المادات الاجتماعية في الأطوار الدراسية في الابتدائي تم إدراج وتدريس التاريخ اليهودي وتدريس أيضا التراث اليهودي، وهناك احتفاء حتى من طرف المؤسسة الملكية في هذا السياق، وتم الحديث أيضا حتى من طرف لجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في ممثلها في المغرب بالحديث بأنه هذا تقدم كبير جدا فيما يتعلق بالعلاقات طيب المغربية دكتور الإسرائيلية. علوش، فقط هل تتوقع صدى لمثل هذا التحريض المغربي على الجزائر بطريقة مباشرة؟ يعني بوريتا كان يتكلم وعينه على ما سوف يفعل الأمريكي ضد الجزائر والصهيوني أيضا، وكأنه يحرضه ضده بشكل مباشر. هو التحريض أستاذ قادة، يعني حتى ربما المؤسسة الملكية وحتى نظام المخزن المغربي الآن يحاول إيهام الشعب المغربي أساسا، يحاول تسويق سياسة على أن التطبيع سيأتي بفوائد من ناحية، ولكن من ناحية يحاول أيضا التحريض ويحاول الإشارة إلى الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وحتى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لدول الاتحاد الأوروبي التي تضررت علاقاته مع أقطابه بالنسبة لفرنسا بسبب فضيحة بيجاسوس وحتى بسبب فتح الهجرة للعديد من المهاجرين غير الشرعيين باتجاه مناطق سبتة ومنيلية، ولكن أيضا الأزمة الدبلوماسية مع ألمانيا في هذا السياق، ومحاولة تبرير ربما التهديدات بالنسبة للأمن الإقليمي في المنطقة مجمل منطقة شمال إفريقيا. لأنه أستاذ قادة مجمل التقارير ومجمل حتى التقارير الصادرة عن طرف من طرف الأمم المتحدة ومن طرف مراكز الأبحاث في هذا السياق، نعود فقط لمركز المجموعة الأزمات الدولية دائعة الصيت في الاتحاد الأوروبي ومقرها في بروكسل، تتحدث على أنه استمرار المحتل المغربي للصحراء الغربية يهدد الأمن الإقليمي ويهدد حتى الأمن في مجمل منطقة شمال إفريقيا. ولكن هناك نقطة فقط أستاذ قادة في هذا السياق نربطها بين التهديدات الأمنية المترافقة مع الاحتلال المغربي للصحراء الغربية ومع تقارير التي تشير لها مرارا الأمم المتحدة باعتبار أنه القنب الهندي بنسبة 30% على مستوى العالم هو منشأه مغربي، وعلى أنه تمويل مؤسسة القصر الملكي في المغرب يتداول رسميا العديد من مليارات الدولارات التي منشأها هو التجارة في القنب الهندي، يتم توظيفها ربما في شراء أصوات وحتى في شراء أقلام. الزيادة التي تتحدث عنها الحكومة المغربية وتحدث عنها أيضا نصر بوريطة في هذا السياق من زيادة ربما المبادلات التجارية أي نسبة 50%، كانت نسبة المبادلة تبلغ 14 مليون دولار فقط، وصلت بعد 6 أشهر أو بعد مرور سنة من التطبيع أقل من سنة من التطبيع لحدود 20 مليون دولار، أي بزيادة 6 مليون دولار فقط. 6 مليون دولار فقط بالنسبة لحكومة المخزن المغربي أو حتى بالنسبة للقصر الملكي المغربي يحصلها فقط من شحنة أو دفعة واحدة من تجارة الكيف المعالج أو القنب الهندي مثلما توثقه الأمم المتحدة في هذا السياق. وبذلك فإن المهدد الأول بالنسبة للأمن في منطقة شمال إفريقيا وحتى في منطقة المغرب العربي هو نظام المخزن المغربي بداية، وما التعيين وما التوافق وما الضغط الممارس في هذه الأيام والذي مورس أيضا من طرف دول مجلس الأمن على المغرب لقبوله بتعيين ستيف مستورة كمبعوث شخصي للصحراء الغربية، والتراجع يعني حتى السقطة يعني لم يتحدث إطلاقا في الخطابين، لا بلينكن تحدث ولا بوريطة تحدث عن تغريدة ترامب حينما تم تبريرها بأنه بالقول بأن بمغربية الصحراء الغربية مقابل التطبيع، لم يتم الحديث عنها إطلاقا في هذا السياق. والولايات المتحدة الأمريكية ما زالت مستمرة وما زالت في سياق سياستها الخارجية الدائمة لقضية الصحراء الغربية. شكرا لك رشيد علوش الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، كنت معي عبر خدمة سكايب تعليقا على هذا الاجتماع الذي تم فيه الاحتفاء بين قوسين باتفاقية أبراهام. شكرا جزيلا لك أستاذ رشيد علوش. وأذكر فقط بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في هذا اللقاء الافتراضي أيضا قال أن إدارته ستحض يعني تشجع ستدعم دولا عربية أخرى على الاعتراف بإسرائيل،
وأضاف بلينكن: سنشجع مزيدا من الدول لتحدو حدو الإمارات والبحرين والمغرب. يعني المسار مفتوح للمزيد من يريد أن يطبع ويلتحق بركب المطبعين. وزير الخارجية الجزائري رمطل عمامرة سيشارك في أشغال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك من 20 إلى 28 سبتمبر حسب وزارة الخارجية في بيان لها. فإن العمامرة سيجري محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الجمعية العامة عبدالله شهيد، ستتمحور حول السلم والأمن الدوليين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وسيشارك أيضا في اجتماع وزاري مخصص لعملية السلام في ليبيا. رمطل عمامرة في جولة جديدة لتقديم الموقف الجزائري في المنطقة في الإقليم. لماذا كل هذا الموقف الجزائري الذي تم اتخاذه مؤخرا، وأيضا في ليبيا المقاربة الجزائرية، الدفاع عن المقاربة الجزائرية في ليبيا. هذا عن الملف الدبلوماسي مشاهدينا الأعزاء. نذهب إلى فقرة قبل منتصف الليل ونتحدث فيها عن الرياضة وكرة القدم بعد الفاصل. قبل منتصف الليل كروية ومع أخبار مفرحة، تأهل فريق وفاق سطيف وشباب بلوزداد سهرة الأحد إلى الدور الثاني من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا. وفاق سطيف في ريمونتادا جميلة فاز بركلات الترجيح 5-4 على الزائر نادي فورتون الجامبي، علما بأنه انهزم في السابق ب 3-0 نفس نتيجة المقابلة التي كانت في العودة. ركلات الترجيح مكنت النصر الأسود من العبور في هذه المواجهة، وأيضا حصد شباب بلوزداد تأهله بعد فوزه بثنائية نظيفة على نادي أكوا يونايتد النيجيري في إطار إياب الدور الأول من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا، علما أن المباراة الأولى كانت انتهت 1-0 لصالح الفريق النيجيري. إذن مبارك لوفاق سطيف وشباب بلوزداد وللجزائر، ونتمنى مشوارا جيدا لكل الفرق الجزائرية التي تمثل الراية الوطنية في المنافسات الإفريقية، زيادة طبعا على ريمونتادا ريال مدريد اليوم أمام فالنسيا. وإسلام سليماني لعب أمام ليو ميسي رغم أنه انهزم 2-1 ليون أمام باريس سان جيرمان، وسعيد بن رحمة سجل هدفا أيضا ضد كريستيانو رونالدو رغم أنه انهزم هو أيضا. يعني بالرحمة لعب أمام رونالدو وسليماني أمام ميسي اليوم. ولكن نعود نقول لشبيبة القبائل، يبدو بأن المشاكل لا تنتهي. واليوم كانت كاينة ندوة صحفية أكد فيها رئيس الفريق الجديد ياريشان بأنه تعرض إلى تهديد بالقتل وتخريب لبعض ممتلكاته وأيضا معرض سيارته في مدينة مارسيليا، أين تم فتح تحقيق بخصوص هذا الحادث، ناهيك عن التعدي على سكرتيرة أو عاملة وموظفة في نفس المكان. وطبعا ياريشان يوجه بأصابع الاتهام إلى الجهة الأخرى، علما بأن شريف ملال في تصريحات إعلامية ما يزال يقول بأنه هو الرئيس الشرعي وبأنه يدين ب 64 مليار وبأن ياريشان زور كل الوثائق، وقال بأنه سيطعن في قرار العدالة لاسترجاع حقوقه. ما الذي يحدث في شبيبة القبائل؟ الزميل الصحفي مهدي أيد قاسي معي عبر الهاتف. مهدي مساء الخير. مساء النور زميلي قادة، تحية لك وللجمهور الرياضي الكريم. مرحبا. طيب مهدي، كان بودي نحكي على وفاق سطيف وشباب بلوزداد لأنهما تأهلا، ولكن نبدأ بشبيبة القبائل. كيف تابعت الندوة الصحفية وما هي أهم تصريحات نتاع ياريشان وأيضا شريف ملال؟ أكيد في البداية يجب مباركة الفوز والتأهل لكل من وفاق سطيف وشباب بلوزداد في المنافسة الإفريقية، ولو أنهم حققوا تأهلا صعبا نوعا ما، لكن الأهم يبقى تجاوز هذا الدور والمرور إلى الأدوار المقبلة. أما فيما يخص شبيبة القبائل والأزمة التي تمر بها شبيبة القبائل، يزيد ياريشان
استلم الأمور بالشكل القانوني المطلوب، لكن المشاكل لا زالت تلاحقه من هنا ومن هناك، مشاكل تتنوع، مشاكل رياضية، مشاكل أخلاقية، ومشاكل قانونية تعيق عمل هذا الرجل على رأس إدارة النادي القبائلي الذي كان قد وصل إلى نهائي كأس الكاف وشرف الكرة الجزائرية. بالنسبة إلى الأمور القانونية، أظن أن السيد ياريشان استلم زمام شبيبة القبائل بطريقة قانونية وبمرافقة الجهات القضائية. أما شريف ملال فلا يزال يود التشبث برئاسة شبيبة القبائل، وهذا ما لم يفلح فيه، لكنه لا يزال يسبب العديد من المشاكل للإدارة الحالية ويعيق عملها سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الرياضية. فبعد الندوة الصحفية التي أجراها يزيد ياريشان ومرفقا بالأمين العام الجديد لشبيبة القبائل السيد نادر بوزنات، استنتجنا أن الإدارة السابقة لا تزال تعرقل من عمل الإدارة الحالية، وهذا عن طريق عدة تصرفات لا أخلاقية وغير قانونية وغير رياضية كذلك. فشبيبة القبائل وإدارتها السابقة استنفذت كل الإجازات الإفريقية، وهذا ما لا يخدم فريق شبيبة القبائل الذي سيكون محروما من تأهيل لاعبيه، ناهيك عن مشاكل أخرى لا تعد ولا تحصى كمشكل تسيير الصفحة الرسمية الناطقة بفريق شبيبة القبائل التي رفضت إدارة سابقة تسليمها للإدارة الجديدة. الإدارة الجديدة أكدت أنها غير مسؤولة عن ما ينشر عبر الصفحة الرسمية لشبيبة القبائل، وأنها تنتظر تسلم الصفحة من جديد أو إعادة تأسيس موقع آخر للتكلم باسم الإدارة الحالية لشبيبة القبائل، في انتظار تسوية أمور أخرى، أمور فنية، أمور التحضير للموسم الكروي الجديد. ولكن التطورات التي كانت اليوم أيضا على لسان ياريشان مهدي هي تطورات خطيرة، يعني إذا كان الأمور وصلت إلى التعدي والتخريب حتى وإن وقعت في أملاك الرجل في فرنسا، فالأمر قد يجعل يعني من الجهات الوصية مسؤولة، لأن هنالك احتقان وحساسية وربما حتى محاولة البعض توظيف الشارع لنقل الصراع إلى مواجهة لا قدر الله. أكيد أكيد، والله ما تقوم به الإدارة السابقة لشبيبة القبائل عار وعيب كبير لا يمثل فريق بقيمة شبيبة القبائل. عادي لو دامت لغيرك لما وصلت إليك. عادي شريف ملال عامل فترة من الزمن، انتهت فترته، عليه بتقبل الأمر وترك الإدارة الحالية تعمل في صمت لمواصلة تسيير شبيبة القبائل في أحسن الظروف. الإدارة السابقة وعلى رأسها شريف ملال تعيق الإدارة الحالية من عدة نواحي، رياضيا، قانونيا، وأخلاقيا. فبعد الكوارث التي ارتكبتها رياضيا بتسريح اللاعبين، بدفع إجازات لاعبين سرحوا من النادي، المشكل أصبح أمنيا وأصبح صحيح، يعني قد يتطور من على شركة المسير الجديد خارج الجزائر. هذا قد يتطور الأمر من صراع على رئاسة نادي كروي حتى وإن كان نادي كبير وعريق مثل الشبيبة إلى ما لا يحمد عقباه. طيب مهدي، أيضا اليوم كان هنالك تصريح لمناجير المنتخب الوطني لشروق نيوز بخصوص لقاء المنتخب الوطني في النيجر، طبعا بعدما تحدد من طرف الكاف الموعد والمكان، والمناجير يعني يلوم الصحافة. أنا استمعت إلى التصريح يقول بأنه لم تتحدثوا عن التحكيم الإفريقي الذي يظلم المنتخب الوطني، في إشارة إلى ما وقع في مباراة بوركينا فاسو الأخيرة. هل هذا اعتراف من الفاف بأنها تفتقد إلى أدوات وإلى نفوذ لحماية المنتخب الوطني من الكولسة؟
يعني لا تمارس الكولسة ولكن تحميه من الكولسة التي قد تحدث ضده. والله مثل هكذا التصريح أعتبره سابق لأوانه، لأن المنتخب يحقق نتائج إيجابية ولم يسبق له التعثر أو الانهزام منذ فترة من الزمن. فحتى لو ينهزم المنتخب الوطني سنرى سبب الانهزام، ولا يجب اشتباك مثل هكذا أمور التي قد تؤثر سلبا على المنتخب الوطني. صحيح التمثيل الجزائري يجب أن يكون قويا على الساحة الإفريقية، ليس فقط إعلاميا بل عن طريق الفاف التي يجب أن يكون لها دور قوي في الكاف ولعب لعبة الكواليس كما تفعل المنتخبات المنافسة. لكن في هذه الفترة يجب التركيز على المنتخب الوطني وعلى تحضيراته وعلى الفورمة الجيدة للاعبين الجزائريين، لأنه حتى جمال بلماضي لمح وحتى صرح أحيانا إلى مشكلة التحكيم وعواقبه، ويبدو بأنه كان يرسل في إشارة إلى الفاف حتى توفر المناخ العادي لممارسة كرة القدم بعيدا عن أي توظيف هنا أو مؤامرة هناك مثل ما يتحدث البعض عن مؤامرات. أكيد يجب على الفاف أن تلعب دورا مهما وتقوم بعمليات استقصائية بغية معرفة التحكيم ومعرفة هوية الحكام ومعرفة مسارهم ومعرفة ماذا سيحدث. لكن أرى أن الحديث عن التحكيم في مثل هكذا ظروف هو أمر سابق لأوانه، وأن التركيز على أرضية الميدان أفضل بكثير، لأن المنتخب الوطني حاليا قوي وقوي جدا، وحتى التحيز التحكيمي لا أظن أنه سيؤثر على حظوظ المنتخب الوطني في قادم المباريات. مفهوم. مهدي عيد قاسي الزميل الصحفي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الهاتفية، يعطيك الصحة. تعليقا على تصريحات ياريشان وأيضا حديث المناجر في المنتخب الوطني، شكرا مهدي. وأجدد أيضا مباركة التأهل لوفاق ستيف وشباب الوزداد. مشاهدينا الأعزاء، حتى نلتقي في الغد، تصبحون على خير.